من جانب آخر، أعلنت إيران أنها لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة والتي أسقطها الحرس الثوري بصاروخ فوق طهران مطلع الشهر الجاري. وذكرت هيئة الطيران المدني في إيران أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي قتل من كان على متنها، مضيفة أنها طلبت معدات ضرورية من أمريكا وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصندوقين في إيران، لكنها لم تتلقى ردا إيجابيا حتى الآن، وأصبح الصندوقان الأسودان مثار جدل بين إيران والدول التي لها رعاية قتلوا في إسقاط الطائرة الأوكرانية.